توصف بأنها أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين. تلك هي جريمة إبادة الأرمن التي وقعت خلال فترة الحرب العالمية الأولى على يد الدولة العثمانية في آخر أيامها. يقول الأرمن إن القوات العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج بالقتل والاعتقال والتهجير بسبب الشك في دعمهم لروسيا أثناء الحرب. وتختلف تركيا مع العالم في تقدير أعداد القتلى الأرمن، إذ تقول إن عددهم لا يتجاوز 500,000 أرمني، وإن تركيا كانت تعيش حربا أهلية وراح ضحيتها أتراك أيضا. لكن الأرمن يقولون إن الدولة العثمانية أبادت 1,500,000 أرمينية خلال تلك الفترة الواقعة بين عامي 1915 و 1917. ويقول الأرمن إن الآلاف من أسلافهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب ومصادرة الممتلكات، وسيق كثير منهم لمسافات طويلة عبر الجبال والسهول بلا طعام أو شراب، فكان من لم يقتل في المذابح مات جوعا أو عطشا أثناء عملية الترحيل إلى الصحراء. واعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وليتوانيا وبلغاريا وهولندا وسويسرا واليونان والأرجنتين وأوروغواي وروسيا وسلوفاكيا والنمسا، قبل أن تلحق بهم الولايات المتحدة الأمريكية وتصف الجريمة بالإبادة الجماعية. واللافت أن مؤسسة الأزهر في مصر كانت من أولى المؤسسات العالمية في إدانة جرائم الدولة العثمانية في حق الأرمن، ففي فتوى أصدرها شيخ الأزهر سليم البشري عام 1909 نصت على تحريم قتل الأرمن على يد الأتراك، وهي فتوى تؤكد بأن مصر كانت سباقة في إدانة تلك الجريمة. عقب تلك الإبادة فر الأرمن إلى عدة دول، منها مصر التي وصلوا إليها عبر البواخر والسفن اليونانية من خلال مينائي الإسكندرية وبورسعيد ليندمجوا في نسيج المجتمع المصري ويصبحوا جزءا منها. كان سهلا على الأرمن الاندماج في مصر نظرا لطبيعة الشعب الذي صرع باستضافتهم فور وصولهم، حيث انهالت التبرعات عليهم، وكان هناك أيضا جالية أرمينية في مصر سهلت اندماجهم في المجتمع. فقد عاش الكثير منهم في مصر قبل سنوات لدرجة أن واحدا من الأرمن أصبح رئيس الوزراء مصر، وهو نوبار باشا، وأيضا وزير الخارجية والتجارة في عصر محمد علي بغوص بك يوسفيان. ويقدر مؤرخون عدد الأرمن الذين لجأوا إلى مصر بحوالي 17,000 أرمني حتى العام 1947، توزعوا على أغلب المحافظات المصرية. واستأثرت القاهرة بالنصيب الأكبر بنحو 9,000 أرمني، تلتها الإسكندرية بأكثر من 6,000 أرمني، وانتشرت المدارس والكنائس الخاصة بهم في كثير من المناطق. احتضنت مصر الجالية الأرمنية وفتحت لهم أبواب التجارة والصناعة وأيضا الفن، مثل الفنانة فيروز التي كانت بطلة سلسلة أفلام مع أنور وجدي ونيلي ولبلبة والمطربة أنوشكا ورسام الكاريكاتير صاروخان. وتشير الوثائق أن الحكومة المصرية ومنظمات الإغاثة ألحقت 2,500 من الأطفال الأيتام الناجين من مذبحة الأرمن بمنازل الأسر المصرية التي استضافتهم وكفلتهم بعد مقتل ذويهم على يد الأتراك. ومع استقرار الأوضاع عاد الكثير من الأرمن إلى بلادهم أو غادروا لدول أخرى. وفي لفتة تعبر عما عاشوه في مصر من أمن واستقرار، رفع المغادرون لافتة على الباخرة التي ستقلهم، يوجهون فيها الشكر للشعب المصري، حيث كتبوا إلى إخوتنا المصريين عظيم الشكر والمنونية. أما زال يعيش في مصر الجيل الثالث من المهاجرين الأرمن، ويقدر عددهم بنحو 7,000 أرمني حصلوا على الجنسية المصرية ويتحدثون العربية ويعيشون في تلك البلاد كمواطنين مصريين حتى النخاع. مصر احتضنت الأرمن، سابتنا نتعلم لغتنا، نعمل فيها كنايس. الأرمن بيخشوا الجيش المصري، وأنا دخلت البحرية المصرية وبفتخر بها، يعني أنا مصري من أصل أرمني. طاردهم العثمانيون وقتلوهم واحتضنتهم مصر، فوجدوا في ربوعها الأمن والأمان. ويقول كثير من الأرمن إن لديهم وطنين، مصر الوطن الذي ولدوا وتربوا وعاشوا فيه وحصلوا على جنسيته، وأرمينيا التي يعتبرونها أرض الأجداد وموطن الجذور. كما كان يقول والدي دائما، احنا جينا من غير شنط ومن غير أوراق رسمية. المصريين كان يقول دائما حمونا، وناس خدونا في حضنهم، خلونا يعيش معهم في نوع من العرفان الجميل.